على الرغم من الآثار والمعالم الكثيرة التي تشتهر بها الأقصر، إلا أن بها أخريات مثلها تمتلئ بالأسرار الثمينة لكنها في طي النسيان وبعيدة عن الأعين هنا في الأقصر التي لا يعرفها أحد. أمام النيل يقع قصر توفيق باشا أندراوس، القصر الذي استقبل سعد زغلول باشا أثناء رحلته إلى الصعيد رغم رفض الحكومة الإنجليزية ذلك. وشهد القصر العام الماضي جريمة غامضة بمقتل حفيدتي أندراوس. القصر شهد حادثة مأساوية في يناير 2013 لما بنتينه كان واحدة 79 و82 سنة، صوفي ولودي، اتقتلوا في القصر هنا، ولغاية دلوقتي محدش يعرف مين اللي قتلهم او كان الدافع والقتل.